شهر رمضان كيجيب واحد الجو رائع، واحد الفرحة كبيرة عند الناس. كاين اللي كيقول لك بأن رمضان كيجيب تمارة خصوصا مع هذا الصهد، ولكن هذا الصهد ونزيدوا عليه الصهد ديال الكوزينة ما كيبقاوش يبانوا ليا ملي كنحط كل شيء فوق الطابلة وكنشوفهم كيفطروا وهما فرحانين. واخا كنعس انا الاخرى من بعد ما كنوضوا نصليو الفجر، كنفيق انا الاولى حيت خاصني نخرج نتقدى. هو التقضيه راه هي الصباح، حيت الخضره والديسير كيكونوا مازالين طريين، مازال ما ضربات فيهم الشمس. من بعد ما كنرجع للدار كنشوف شكون اللي فاق وشكون اللي مازال كيتسناني نفيقو. بعدا في رمضان ما كتبقاش تصايب لكل واحد فطورو في الصباح، حيت ما كينوضوش في نفس الوقت. ايوا ملي كل واحد وفين كيمشي، شي لمدراستو شي للخدمه ديالو، كتخوى عليا الدار باش نتكونسونطرا مع الفطور. بعد الشباك يوصلو كنكون صايبتهم قبل رمضان، ما كنضربش ليهم الحساب، كيسهلوا عليا باش نعمر الطبله. كنصيب الحريره حيت مهمه عندنا في الدار، كنشربوها تقريبا كل نهار، ولكن مره كنديروا الحسوه ولا الصوبه باش نبدلو شويه. وعاوتاني شويه ديال البيض مسلوق، ومره البريوات وبطيبيطات معمرين حتى هما. هاد الليسته كتبان طويله فاش كنهضر عليها، ولكن فاش كنشوف كل شيء مجموع على الطبله وكاع وليداتي والناس العزاز عليا كياكلوا كل ما صيبت، كيبان كل شيء سهل، خصوصا بهذيك تبارك الله عليك ماما اللي كنسمع في الاخر.